رائحة الفراولة، مسلسل رومانسي كوميدي تركي من بطولة ديمات أوزديمير ويوسف جيم وإيكن ميرت، عرض على قناة ستار تي في التركية في 24 من أبريل عام 2015، وانتهى في 27 من نوفمبر من ذات السنة. وفي عام 2016 انطلق بثه مدبلج على شاشة MBC4. تدور أحداث المسلسل حول فتاة بسيطة تتحول حياتها رأساً على عقب حينما تقابل على متن الطائرة شاب متهور ومغرور يتشاجر معها فلا يروق لها، إلا أن الصدفة تجعلهما يتقابلان مرة أخرى، ويكون القدر على موعد بتحضير مفاجأة لهما لم يتوقعوها. وإليكم الآن أبطال المسلسل بعد مرور 8 سنوات على عرضه.